لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. نقرأ وإياكم عبر البوق الروحي اليوم بعضا من الأبيات الشعرية التي قيلت في رثاء الشهيد في كهنة المسيح القديس الجديد نيكولا خش الدمشقي الأنطاكي، ومما قاله الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف: يعز علي أن تقضي شهيدا وفي مرسين عن وطن بعيدا، وأن يجنى عليك بغير ذنب وقد أحموا لمقتلك الحديدا، فذقت الموت ألوانا بصبر عجيب قد أراك الموت عيدا، نظيرك معشر الأبرار كانوا وقد سفكوا دماءهم صديدا، فنلت منالهم إكليل مجد وكنت بجنة الأخرى سعيدا. كما رثاه الأستاذ نجيب اللاذقاني من بيروت بأبيات منها: أبعد الخور نيكولا عنوة وجنود خانة تتبعه، ضربوه بعصي بعد أن أثخنوه ووهت أضلعه، قتلوه صابرا مستسلما للردى والموت لا يفزعه، وأذاعوا أنه مات من علة قلبية توجعه، أيها الكاهن طوباك فقد نلت إكليلا سما موضعه. وبصلوات قديسيك الجديدين في شهدائك الكهنة نيكولا وحبيب خشي، أيها المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين.